صباح الخير وصباح الصحة والسلامة على كل أوفياء الإذاعة القريبة منكم ميد راديو. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة. إن شاء الله غادي نتلاقاو فيها رفقة الدكتور عبد الخالق الرمضاني متخصص في التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية، وهي حلقة مفتوحة فيها غادي نجاوبوا إن شاء الله على كل تساؤلاتكم، ما يفوتناش أيضا. نتمنوا كل التوفيق يا رب لكل طلبة البكالوريا، بما أنه اليوم هو اليوم الأول من الامتحان. قلوبنا معكم إن شاء الله، ويا رب التوفيق يكون هو الحليف ديالكم إن شاء الله، والسنة الدراسية تكلل بالنجاح وبالنتائج المشرفة اللي كتسنوها نتوما وأيضا الأسر ديالكم. اليوم كيف ما قلنا حلقة مفتوحة رفقة الدكتور عبد الخالق الرمضاني، فيها غادي نجاوبوا على سؤال ديال هاجر، خديجة، عبد الحق، أم فرح. نتمنى إن شاء الله أنهم يكونوا في الاستماع فقط غير باش تعرفوا أنني توصلت بالرسائل والتساؤلات ديالكم. هاجر 22 سنة، كتعاني من مشكل ديال الرعاف، عملات الشبكة ديال الراس، شافت أخصائي في الأنف والأذن والحنجرة، يعني ما كاينش شي مشكل، ولكن كتلاحظ باللي من شهر 5 تقريبا حتى الأواخر ديال شهر 8 دائما كتعاني من مشكل ديال الرعاف، وكانت بغات تعرف واش كاين شي مواد طبيعية اللي تقدر تستعملهم ك يعني كعلاج تكميلي لهذا المشكل هذا. اليوم إن شاء الله نطرحوا السؤال ديالك على المختص دكتور عبد الخالق الرمضاني هاجر وتاخذي الإجابة، غير خليك معنا في الاستماع. غنجاوبوا أيضا على السؤال ديال خديجة اللي تقريبا هذه المدة ديال سنتين وهي كتعاني من خلل على مستوى الهرمونات لحد الآن ما تقدوش رغم العلاجات ديال الطبيب. كاين اضطرابات على مستوى الدورة الشهرية، كاين مشكل أيضا ديال فقر الدم والعديد من المشاكل الصحية اللي كتعاني منها، وكانت بغات تعرف واش في هذه الحالة ممكن تعاون بالعلاجات التكميلية ولا لا. غنجاوبوا على السؤال ديال عبد الحق وأم فرح، ولكن استقبلوا معنا أيضا الدكتور عبد الخالق الرمضاني. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا بك معنا. تحية لك، تحية للطاقم المجموع، تحية لجميع المستمعات والمستمعات. نشكركم بكم إن شاء الله دائما بألف خير إن شاء الله. اليوم إن شاء الله حلقة مفتوحة معك دكتور عبد الخالق الرمضاني، ما يفوتنيش أيضا ذكر كل المستمعين الكرام باللي أرقام التواصل معنا مفتوحة دائما، وراه إشارتكم 05-22-46-72-50-51 أو 52 أو لا 05-22-88-00-60-61 أو 62. قبل ما غادي نبدأ نستقبل المكالمة ديال المستمعين الكرام على الهواء مباشرة، غادي نمشيو لمجموعة من التساؤلات كنا توصلنا بها من قبل الدكتور عبد الخالق الرمضاني. نبدأ بسؤال هاجر. هاجر في عمرها 22 سنة، قالت هذه مدة وهي كتعاني من مشكل ديال الرعاف، كيبدا عندها تقريبا في شهر 5 وكيستمر معها حتى الأواخر شهر 8 ولا بداية شهر 9. هي قالت باللي كان طبيب طلب لها شبكة ديال الراس، فعلا كانت عملاتها والحمد لله خرجت النتائج مزيانة. من بعد مشات شافت أخصائي في الأنف والأذن والحنجرة، قال لها باللي عندها مشكل بسيط، هما واحد العروق اللي كيكونوا رقاق بزاف، يعني ربما مع الجو بعض المرات أو لا، فكيوقع عليهم ضغط وكيطرطقوا، هادشي اللي كيخليها كتعاني من الرعاف. لاحظت باللي مؤخرا تقريبا ولا عندها الرعاف بشكل يومي دكتور عبد الخالق الرمضاني، وقالت خصوصا هي كتعاني مشكل ملي كتكون مثلا في الدراسه، صفوف الدراسه او لا، فكل مره خصها تخرج، خصها تمشي تغسل، بعد مرات قالت وهي في الشارع غاده حتى كتلاحظ باللي الدم كينزل او لا، فبغات تعرف واش كاين شي مواد طبيعيه في هذه الحاله اللي ممكن نستعملوها كعلاج تكميلي دكتور عبد الخالق الرمضاني. هي ملي كانت هي قالت باللي غير سمح لي الاخصائي في الانف والاذن والحنجره ما عطاها حتى شي دواء، يعني شي اقراص او لا تاخذهم راه ما عطاهاش. هي باش نعرفوا الرعاف منين كيكون، هي الرعاف كما ذكرنا تما في الانف ديالنا كاين واحد لا ميكوز اللي هي رغيفه وخفيفه، نعم، واللي فيها شي عروق اللي هما كذلك رعاف، وبالتالي كاين امكانيه كاين الاحتمال ديال انهم يتجرحوا واحد العدد كبير ديال الحالات، ارتفاع الضغط الدموي، حساسيه يعني، او لا استعملت بعض المواد الكيماويه مثلا، يعني كاين واحد العدد كبير ديال الحالات اللي كيقدروا، ولا تشوهات خلقيه ديال هذوك العريقات، يعني واحد العدد كبير ديال المسببات. انا بطبيعه الحال ملي كنرافو غير كاشاره كتذكير، هي بطبيعه الحال كاين ثلاثه طرق، يعني ثلاثه المستويات، او المستوى يعني ان قدروا لنا ان احنا عايبين باليدين ديالنا وكنبركوا على الانف ديالنا، على الجدر ديال الانف ديالنا بواحد القوه، نعم، ماشي الطريقه الخاطئه اللي كيديروا بزاف ديال الناس وما كيرجعوا الراس ديالهم للور، هذه طريقه خاطئه. بالعكس كتبقى كتشوف كتشدني في كتخلي الراس في وضعيه عاديه كتضغط باش كتبقى حتى من هاني كتبقى كدير واحد لا مانوف كتبرزربه باش كتبرك على ذوك العروق، كنضغطوا بالسبابه وبالابهام تماما، نعم، كنبركوا على النيف ديالنا من جوج جوايع بحال كنديروا بالراس النيف ديالنا، وكنبقاو واحد المده وكنعاودو نشوفو واش تحبس الدم ولا لا، بخلاف هذيك الطريقه القديمه فهذيك ما كاين عندنا حتى شي مؤشر اللي كيبين لنا واش الدم تحبس ولا لا، وحتى ملي كيكون واخا داك الدم كيقول لك باش ما نضيعوش، ولكن حتى هو راه نزيف، ولو انه نزيف كيمشي للامعاء ديالنا ولكن راه نزيف، يعني كاين دم وخاصنا نوقفو.
كاين المستوى الثاني عاوتاني كنطلعوا درجه كنديروا دمش. يعني كندير واحد شويه ديال القدر كتكون فيه واحد شي حجم ما شي ديت شي الكغا ولا شي حاجه بحال هكا باش باش كتعاوننا كنقدروا نديروا فيها بعض المواد اللي هي معروفه عليها انها كتحبس الدم. وكاين بطبيعه الحال المستوى الثالث هنا بطبيعه الحال فاش كتولي ضروري ديال اللجوء الى ان انترفونسيون ديال لا كوتيريزاسيون لدرجه انه المختص هنا كيكون ضروري على انه يخدم. كما ذكرنا المده اسمح لي هنا دكتور عبد الخالق الرمضاني لانه بزاف ديال الناس ربما يبغوا يعرفوها، فوقاش الرعاف كيكون عادي في المده وفوقاش هنا كيولي خاص ضروري تدخل ديال طبيب مختص، تقريبا المده العاديه ديال الرعاف شحال كيقدر يستمر؟ شحال من دقيقه؟ هي 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 الرعاف هي ماشي دقيقه بقدر ما هو الكميه ديالها الكميه ديالو هي اللي كتكون مهمه. يعني واحد وكما ذكرنا هو الرعاف هو خاصة فاش كيكون مثلا كيجي واحد المرة في شحال يعني كيقدروا بعض المرات لدرجة أن كنقدروا نربطوه مع مشكل ديال الحساسية نعم يعني كيقدروا يتسبوا لنا فيها. بعض المرات كنقدروا نتسبوا في بعض الالتهابات اللي دايزة كنعطي مثلا بعض المرات ايبيستاكسيس اون لاتيرال عند ان انفون نقدر نفكر فيها بنوموكوك بمعنى نشرح يعني أن بعض الأحيان مثلا إذا كان واحد الرعاف من بين العلامات مثلا كعرف كاشاره من بين الاشارات أيه. يعني واحد الطفل مثلا اللي في واحد السن معينه اللي رعف من الانف واحد غالبا كيوجهنا في واحد الجرثومه معينه كنقولوا غالبا هي اللي متسبه ليه بطبيعه الحال هنا كيكونوا بزاف الحوايج يعني اللي هي كلينيكيه هي حاضره اللي منها مثلا الحراره منها بزاف الحوايجات هكا. اذا كما ذكرت هنا بطبيعه الحال ملي كيكون الرعاف فهمت كنبداو نفكروا فيه بزاف ملي كيبدا كتكون واحد الكمية ديالو كتكون كثيرة بزاف اييه وملي كيبدا كيتعاود بزاف نعم. واحد يعني الوقت هنا بطبيعة الحال ضروري اللجوء إلى المختص يعني حيت كاين بزاف الحوايج اللي كنخوفوا منها وربما في بعض الأحيان كذلك كنحتاجوا كذلك حتى ديزانفيستيكاسيون باش يعني تحاليل وربما اشعه وداك الشيء باش كنشوفوا اشنو واقع مر هذا نعم وغتسمح لي غنضيف فقط دكتور عبد الخالق الرمضاني ايضا ربما هنا كيولي اللجوء المختص ضروري ومؤكد هو الانسان اذا كان مثلا تعرض لواحد الحادث او لواحد الصدمه ولا واحد الضربه او مثلا وليد اللي هو طاح ورعف فهنا ما تسناوش ضروري كيكون اللجوء الى مختص. سولات هاجر هنا على مواد طبيعيه مثلا اللي ممكن ولا تقدر تستعملها دكتور عبد الخالق الرمضاني قالت على الاقل باش تقدر تعاونها توقف هذاك الرعاف خصوصا هي قالت كيولي عندها ازعاج الوقت اللي مثلا كتكون في صفوف الدراسه او اللي عندها شي امتحان بعض المرات او لا فكيولي مشكل عندها كبير. هي بطبيعه الحال دوك هنا كيحيلنا لانه ضروري اللجوء الى المختص كما ذكرنا خاصه الى حيت بعض المرات كنبغيو كذلك نديروا واحد التقييم لهذا الرعاف التقييم ديالو ماشي من ناحيه لا فريكونس ديالو ولا الكميه اللي كيعطيها ولكن حتى التاثير ديالو على الصحه. هنايا كما ذكرت بعض المرات كنحتاجوا تحاليل لان كنسؤال علاش هاد السيده كترعف بزاف واش هاد الكميه كتاثر لي على الصحه ديالها لدرجه ان حنا كنشوفوا حتى واش تسبب لها كريمون فقر الدم في الحالات اللي كتكون هي ولادي في الحالات اللي كنسموها كرافي يعني كيكون واحد التاثير. هل الحاله ديال هذه هنا بطبيعه الحال ديال الاخت هنا بطبيعه الحال يعني ضروري على ان واحد الاستشاره واحد لا بريزون شارج من عند مختص باش كيتحيد هاد المشكل هذا يعني الى ما نفع والو الطرق اللي هي كما ذكرت اليد الميشاج وبعض الادويه فانا بطبيعه الحال ضروري المختص هو اللي كيقرر اللجوء الى العمليه. خديجه هذه عامين وهي كتعاني من خلل هرموني مع يعني متبعه مع اخصائي ولكن قالت لي حد الان كتلاحظ باللي الحاله ديالها للاسف ما تحسناتش، عندها مشكل في الدوره الشهريه اللي هي مضطربه وما مقاداش نهائيا دكتور عبد الخالق الرمضاني، قالت لا في الوقت ولا في المده نهائيا ما مقاداش، بالاضافه الى انه مؤخرا بان عندها فقر الدم، هي قالت باللي كتحاول قدر الامكان تقاد النظام الغذائي ديالها اللي فعلا ما كانش مقاد من قبل بحكم انها كانت بعيده على الاسره ديالها بحكم الدراسه ايضا. فدابا رجعت الحمد لله لدارهم وقالت بلي الحمد لله حتى النظام الغذائي ديالها راه تقاد، فكتسولك الله يخليك في الحاله ديال الاضطراب الهرموني واش مسموح انه نستعملوا اعشاب مع الادويه او لا؟ لا هي قالت بلي راه كتستعمل الادويه ديال الطبيب، واش ممكن تعاون حتى بالمواد الطبيعيه ولا لا؟ هي نبغي نشير لها لواحد نعطيها واحد المثل واحد الحكايه اللي هي حقيقيه. كانت في اوروبا فرنسا بالضبط كان واحد في واحد المده الزمنيه في الثمانينات كان واحد العدد كبير ديال السيدات يعني كيتناولوا الاقراص ديال مناع الحمل وتلاحظ على انهم واحد العدد كبير منهم حمل
هنا بدات واحد العدد كبير ديال التساؤلات، واش هذيك الاقراص غير صالحه، واش ما تخدمتش في الوقت، واش الكميه ديالهم ماشي فعاله. يعني هنا في مشات الاتجاهات في اول بعد، ولكن من بعد تبين على انهم هاد السيدات هادو كاملين لقين بيناتهم واحد العامل مشترك، او لا هو ان هاد السيدات هادو كاملين تناولوا واحد الاعشاب طبيه اللي هي معروف عليها المهدئه، واللي كان اللي حاضر فيها بزاف هو واحد الاعشاب اللي سميتها لي بيريكوم بيرفوراتوم. هاد لي بيريكوم بيرفوراتوم المعروف الاسم ديالها بالميل بيرتوي، او لا العرب هنايا كنسموها اليوفاريقون. اليوفاريقون هاد الميل بيرتوي هادي كنلقاوها في واحد العدد كبير ديال المستحضرات، مثلا كنلقاوها في الصيدليات. ولكن هاد الميل بيرتوي من بعد فاش تمت تعمقات الدراسات تبينت على انها سي ان بويسون اندكتور انزيماتيك. الاخوان المختصين غادي يفهموا هذه المساله، وخاصه على مستوى واحد لي سيتوكروم، يعني حيت عندنا حنا في الكبد ديالنا عندنا واحد الانزيمات ملكي خلو الكبد كيبداو في شويه في الامعاء، ولكن كيكملوا اكثر في الكبد، وتماكن فين كيتم تحويل مثلا كتقدر شي دواء باش يولي فعال، ولا باش ينقص باش ما بالعكس باش نقدروا نإليمينيو. يعني يعني هذا العمل هذا كامل كدار في الكبد. وهاد هاد العشبه هذه اللي بيريكوم بيرفوراتوم اللي هي الميل بيرتولي اللي يفارقون، فهي تبت على انها ان بويسون اندكتور انزيماتيك ديال واحد لي سيتوكروم، ديال واحد المجموعه ديال لي سيتوكروم. وبالتالي هذوك الاقراص هذوك لي هذوك لا بيلول اللي كانوا كيحبوا من على الحمل طبيعه الحال كيوصلوا كيتخربوا. علاش؟ لان هذوك السيدات هذو كاملين تناولوا واحد الخليط ديال الاعشاب مهدئه. اي بطلات المفعول ديال الحبوب من على الحمل. انا هذا الشيء علاش عطيت هذا المثل هذا غير باش ما نقولوش مثلا اننا بعض المرات كناخذ بعض الادويه وناخذ معها شويه ديال الاعشاب باش نعاونها، هي بالعكس راه في بعض الاحيان كنقدروا ان احنا نقصوا من الفعاليه ديال الادويه وغير او لا بالعكس كنقدروا نكثروا من الفعاليه ديالها، وبالتالي كتفوت الهدف ديالها. على اي ما كيمنعش على انه كاين بعض الحويجات اللي هما فعلا معروفين على انهم كيناسبوا بعض الاعشاب اللي ما فيهمش بزاف التفاعلات اللي كيناسبوا الصحه ديال المراه. ربما كاملين كنعرفوا غير هذوك الزرارة راه واحد العدد كبير منهم لا إلان لا نافع جزلان هذوك كاملين معروف عليهم على انهم كيناسبوا الصحه ديال المراه. وكاين فيهم واحد لي زيزو فلافون لواحد بواحد الكميه اللي هي قليله واللي كافيه باش كتعطي واحد كتعاون انه للصحه ديال المراه دونك التوازنات الهرمونيه عندها. كذلك كاين هنايا كيمشيو في الاتجاه ديال الاستروجين، ولكن كذلك كاين بعض الاعشاب اللي كيمشيو في الاتجاه ديال البروجستيرون. وربما الاكثر شيء استعمالا هي كف مريم واللي بالاخص هذه فيتكس اغنوس هي اللي معروفه بزاف على انها عندها فعاليه في هذا الاتجاه. نعم عبد الحق وام فرح مازال ان شاء الله تسمعوا اجابه الاسئله ديالكم، غير خليكم متابعينا وبقوا معنا. غادي نمشيو هذه المره باش نستقبل المكالمات ديال المستمعين الكرام. وشكون غناخذ معنا صابر في اول مكالمه؟ ناخذ معنا ناديه او السعديه على الخط من سيدي قاسم. اهلا وسهلا بك سعديه. السلام عليكم اختي عفاف. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بنا سيدي قاسم. تحيه مرتبكه شويه. ما كاينلاش. انا متتبعه قديمه ميد راديو. مرحبا بك السعديه. اهلا وسهلا. تحيه ليك وتحيه للدكتور رمداني. شكرا. كلشي الاخوات شكرا شكرا جزيلا. بغيت نسول الدكتور اللي خلي كان عندي السكر، بغيت نسولو واش اوراق الزيتون واش بصح كيخفضوا شويه؟ نعم. شنو كتستعملي؟ اييه شنو كتستعملي السكر؟ الاقراص رقيقه في الصباح والاخرى في العشيه الغليظه. أيه. وقالوا لي اوراق الزيتون كيخفت منهم لا اطروا شي حاجه بحال دابا يكون شي تاثير على الكبده ولا ما عرفتش اختي عفاف. وتنشكركم بزاف. وسمحي لي السعديه شحال في عمرك؟ شحال في عمرك السعديه؟ 48 48 سنه. كتعملي تحليله ديال الخزان في 3 شهور؟ اختي بعض المرات انت عارفه الظروف. نعم. اخر مره درتيها شحال لقيتي؟ والله كان عندي يمكن تعود 9%. اييه. نعم. واخا شكرا عفاف بزاف. العفو لكم. العفو سيدي. هذا واجب هذا واجب. كلميتها وتحيه ليها لان كيفيدنا بزاف. شكرا شكرا. دابا انا كنحس براسي مزيان غير من خلالكم غير المتابعه وهذا الشيء. شكرا جزيلا. انا دابا كنصوم وما عندي حتى شي مشكل. الحمد لله كتقدري تكملي النهار مزيان.
شكرا اختي، شكرا بزاف. العفو سعدية، هذا واجب وشكرا لك تواصلتي معنا من سيدي قاسم. اذا سعدية العمر ديالها 48 سنة، دكتور عبد الخالق الرمضاني قالت بلي عندها السكري النوع الثاني بما انه كتستعمل الاقراص، وقالت بلي اخر تحليلة عملتها ديال الخزان لقات 9%. هي السؤال ديالها كان بخصوص اوراق الزيتون، واش فعلا مفيدين في هذه الحالة او لا؟ لا ديجا اول حاجة غادي نشير لها هي 9%، اذا ربما كانوا بعض الاخطاء، كان بعض الاخطاء، كان بعض التوازنات غير واحد الاختلالات ديال الاستعمالات ولا ديال الحميه ولا ديال النظام الغذائي في هذه المده هذه ديال 3 شهور الاخيره. هنا بطبيعه الحال يعني ربما كاين شي حاجه اللي خاصها يتحد فيها النظر، يا يعني اما النظام الغذائي ديالها بطبيعه الحال هنا ضروري انه يكون في واحد المجهود، ويا اما الادويه ديالها، ويا اما كما قلنا لانهم هادو علاش كيتاسس سميتو العلاج ديال داء السكري اللي هما تغذيه صحيه، هذوك الادويه ولا اذا كنا كنحتاجوهم يكونوا متوازنين بواحد الشكل اللي هو يعني مقاد يعني كيناسبوا المرض. وبالتالي حاجه اللي هي كتبقى كذلك حتى هي مهمه ومهمه بزاف اللي هي النشاط، يعني الحركه، يعني ضروري انه الانسان كيتحرك لينا كيدير واحد النظام نمط العيش نمط الحياه. اذا هنا بالنسبه للاخت يعني ضروري انها تمشي في هذه الاتجاهات. هذا بطبيعه الحال بعض الاحيان كنبغوا شي حويجات اللي يزيدوا يعاونونا. هنا بطبيعه الحال اوراق الزيتون، هنا غنبغي نشير على انه الانسان المغربي حاليا فيما يخص الاستهلاك ديالو ديال الالياف، والالياف هنا كنعرفوا على انهم مهمين ومهمين بزاف بحكم لان جميع الحويجات اللي حنا كنتناولوها بداو كيتصنعوا، بداو يعني بداو يتغيروا من نهار دخل عندنا. ربما واحد الاخ شار حاول كيحاول يربط العلاقه ما بين غريبه كيربط العلاقه ما بين الغربان، يعني الاستعمال ديال الغربان في المغرب، والبروز ديال بعض الامراض، خاصه هو على مرض ديال الاورام ديال الامعاء الغليظه. اذا هنا في الاتجاه ضروري ان احنا نحاولوا نطلعوا القيمه الكميه ديال الالياف اللي كنتناولوها باش توصل لهذيك 24 غرام ولا اكثر اللي حنا اليوم اللي حنا على الاقل اللي حنا كنحتاجوها، علما بان احنا دابا يما كان ربما في المعدل يلا ما كنفوتوش 10 غرام، يعني بعد بزاف، وهذا ما فيه في عنده تاثيرات صحيه كبيره. خير دليل هي مشاكل ديال السرطان، ديال السرطانات اللي غدا كطلع خاصه في ديال الامعاء، الخلل الهرموني ايضا عند النساء، واحد العدد ديال الخلالات الهرمونيه، واحد المشاكل ديال الامراض القلب والشرايين، مشاكل ديال داء السكري، يعني هادو راه ربما يعني العلاقه ديال التغذيه مع خاصه ديال الالياف حاضره. هنا ديما نذكروا بها، رجعوا للخبز من النخاله والخضر، حيدوا الغربال، نعم حيدوا الغربال من الدار، حيدوا الغربال، حيدوا الشطاط، نعم وفعلا الشطاط هذو اللي كيكون رقيق، اييه حيدوا الشطاط الغربال الرقيق. يعني هنا بطبيعه الحال يعني فيما يخص مثلا بعض الحويجات بحال اوراق الزيتون بالاضافه الى المكونات اللي كاينه فيها واللي هي معروف عليها لان شويه كتعاوننا باش كنحفظوا، يعني فيها بعض المكونات اللي كتحاول تحفز الفعاليه ديال الانسولين في الخلايا. احنا باش كنستعملوا بزاف ديال الاوراق ديال الزيتون، اوراق ديال حتى الاوراق ديال الكاليبتوس هي عندها هذه الفعاليه. كاين اوراق، كاين حويجات اخرى اللي هم كذلك يعاونوا حتى في الوظيفه ديال الانسولين، خاصه مثلا بحال مثلا الثوم والبصله، هذو كذلك مزيان انهم يكونوا حاضرين. بالاضافه الى ذلك فاوراق الزيتون كذلك كتعطينا واحد الكميه لا باس بها لما قلناش كبيره بزاف من الالياف، خاصه بالنسبه للناس اللي كنلقاوها داخله في بعض المكونات، بالاضافه الى كما ذكرت المواد البيوكيماويه اللي كاينه فيها، فهي كذلك كتطلع علينا شويه الميتابوليزم، وبالتالي كتخلينا يعني كنقصوا من هذاك الضرر اللي يقدر يكون ديال داء السكري، ولكن كيبقى احسن منه قبل منه، ان احنا ضروري تكون عندنا ذاك النظام الغذائي اللي كيناسبنا. نعم، من بعد سعدية من سيدي قاسم هذه المره ناديه على الخط معنا من وزان، مرحبا بك ناديه. ناديه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. دائما بخير الحمد لله. ناديه هاك عندي واحد السؤال على واحد النبته، وعندي عمتي عندها نشران منفخ، اسمح لي مرتبكه شويه. مرحبا بك ناديه. نشران منفخ وما كيبرهاش، هي دارت يعني التحاليل، مشات عند الطبيب ما عندها حتى شي حاجه، ولكن ديما منفوخه، ما عرفتش شنو السبب.
بالنسبه للنبته كيقولوا ليها بالرستم. بالرستم اييه بالرستم اييه. دايره الحسكل ديال البطاطا، بغيت نعرف ليش كتصلح. واخا واخا نجاوب على السؤال ان شاء الله هناديه. نعاودو نجاوبو على نعاودو نجاوبو على السؤال. واخا شكرا لك ناديه، تواصلتي معنا من وزان. الله يعاون. شكرا جزيلا، وارقامنا دائما مفتوحه لكل المستمعين الكرام، 05 22 46 52 51 او 52، او 05 22 88 00 61 او 62. ناديه اللي فاتك هو انه في حلقات سابقه من برنامج صحه وسلامه ومع الدكتور عبد الخالق الرمضاني خصصنا حلقة البرزطم، وتكلمنا على التصنيف ديالو، كيفاش للأخصائيين كيصنفوه، وشنو الأضرار ديالو أيضا. فغنخليك بخلاصة وبعجالة دكتور عبد الخالق الرمضاني نجاوب على نادية فيما يخص برزطم. هي قالت بغات تعرف الفوائد ديالو، حنا غنقولها شنو الأضرار ديالو. هي بطبيعة الحال شو أنا كاين واحد الترتيب ديال الأعشاب. نعم، أول حاجة برستم قلنا كيتصنف ضمن الأعشاب السامة. السامة اللي نعم. هي بدرجة كبيرة، يعني هو في المرتبة تقريبا من الأوائل. وخاصة اللي كنشوفوا ربما أنا من هنا كان يعني من بين الأعشاب اللي زعما كاين صراحة اللي للأسف سامة، عندها مضاعفات اللي بعض المرات كتكون وخيمة. نعم. وللأسف كتستعمل بواحد الشكل اللي ربما مخيف. شنو المخاطر ديال البرزطم دكتور عبد الخالق الرمضاني؟ شنو ممكن الانسان خداه مثلا، وخصوصا الا كانت الكميه ما ضبطهاش، هاد الامور كاملش ممكن يوقع؟ ربما هذيك الاضرار اللي كتكون مثلا على المعده ولا الماء، هذه اول حاجه خفيفه. ربما ماشي خفيفه، حاضره، ولكن بواحد الشكل اللي هو نقدروا نحطوه في الدرجه الثالثه، يقدر يستحمل الانسان. الكبد يعني الاستعمال ديال البرستام بالكبد يعني يكفي ان احنا نطلعوا من بعد الاستعمال ديالها هذيك الانزيمات ديال الكبد، وغادي نلقاوهم طالعين بزاف طلعاتو. وهذا الدليل على انه الكبد يعني مكرفصه شويه. نعم، كيتعب الكبد. كيتعب لدرجه انه يقدر هذيك المحدنا كنستعملوا محدا كتطلع. وهنا كذلك هنا لاغيستولوش هو الاسم ديالو اللي هو البرستام. وربما هنا وقيلا نتمناو ان هذه تعاود تداع وتعاود يعني باش تمشي هذه المعلومه لجميع السيدات والساده، هو انه برزطم خاصه في واحد الحمض، هذاك الحمض اللي من بين التاثيرات ديالو الخطيره على الكلى، لدرجه ان واحد عدد كبير ديال الناس بحين تستعملوا بعض الاعشاب ولا بعض المواد الكيماويه ولا بعض المواد اللي هي سامه تسبب لهم قصور ديال الكلى. ودابا راهم في التصفيه. دابا من بين هاد الناس هادو من بين هاد الناس هادو الناس اللي استعملوا برزطم لا غيستولوش اللي بحكم هذاك الحمض اللي انا ذكرت، فهو ياك تسبب لنا اضرار خايبه بزاف على الصحه ديالنا. اذا من بعدوا منه ما امكن، وكان للاسف كنسمعوا انه في واحد العدد كبير ديال المستحضرات ديال الامعاء، مثلا ديال المشاكل ديال الكبد، مشاكل ديال الكلى، مشاكل ديال واحد الكبير ديال الاورام، هنا فين كيتستعمل بزاف، وهنا بطبيعه الحال يعني كنتسبوا في اضرار جانبيه خطيره. وهنا نبغي نشير للتصنيف ديال الاعشاب الطبيه، وهنا نتمنى انه النصيحه ديالي تمشي في هذا الاتجاه، نخلينا في ذاك الصنف ديال الاعشاب اللي هما في المستوى واحد. اشنا هو هذا المستوى واحد؟ وكافي لنا هما ذوك الاعشاب اللي ما عندهمش اضرار، يعني خاصنا ناكلوا منهم واحد الكميه الكبيره بزاف اللي معمر الانسان ما غيوصل ليها، باش يلاه نتسبوا في واحد الافي سكوندي خفيف. مثلا يعني مثلا الحريقه فاش كنهضروا عليها نتناولوا منها شحال ما بغينا، يعني منافع وما عمرنا ما غادي نوصلوا للسميه ديالها، يعني كما كنسموها حنايا ملي كنكونوا كنضحكوا في لا فيتوثيرابي كنهضروا على الاعشاب كنقولوا عيبها بعيد. نعم، هو فعلا بخلاف حنا كنمشيو وكاين المستوى الثاني وكاين المستوى الثالث اللي كنلقاو فيه اعشاب سامة للتعامل معها ما خصوش يكون، ربما كيبقى بعض الاستثناء في بعض الاستعمالات ولكن ديال الصيدليات. وهنا بطبيعه الحال كتبقى الطريقه ديال استخلاص ديال ديك المكونات كتخضع لواحد المعايير معينه باش ما كتكون فيها حتى شي ضرر على الصحه ديال الانسان. نعم، برزطم من بعده.
غادي نرجعوا دائما وحلقة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة رفقة الدكتور عبد الخالق الرمضاني ودائما على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم. فاصل وراجعين. أهلا وسهلا بكم أوفياء أنا الكرام من جديد دائما في برنامجكم صحة وسلامة. دكتور عبد الخالق الرمضاني توقف نفس السؤال ديال نادية من وزان، جاوبنا على السؤال اللي هو خاص بالنبتة ديال مرسطم، هذه المرة كان سؤالها الثاني بخصوص العمة ديالها، قالت عندها دائما النصران منفوخ، عملت مجموعة ديال التحاليل الحمد لله الآلام ما كاينش ولكن داك الانتفاخ دائما حاضر عندها. هنا نبغي نستحضر لانه باش كنهضروا على التغذيه كاين واحد العدد كبير ديال المدارس، ماشي مدارس بحال بحال توجهات، بطبيعه الحال العلم ديال التغذيه هو علم واحد يعني فاش كنهضروا، ولكن كتبقى بعض النظريات واجتهادات ايضا اجتهاد من بينهم كاين واحد العدد كبير ديال المختصين في التاريخ اللي كانوا داروا بعض التجارب، منهم واحد شيلتون، هاد كيتسمى له شيلتونيزم، التوجه هاد الشيلتونيزم شنو التوجه ديالو؟ هو الماكله مخلطه، ثبت على انه شحال ما كتكون عندنا الماكله مخلطه يعني احنا للاسف احنا في الاطباق ديالنا ولا عندنا واحد العدد كبير ديال الاطباق اللي كنتناولوها كتكون غير متجانسه. مثلا نعطي امثله بسيطه، اللحم والفواكه بطبيعه الحال نتسناو على انه غادي يكون عندنا غازات، غادي يكون عندنا عسر في الهضم، غادي يكون عندنا واحد النسبه ديال الكحول اللي كتفرز بواحد الشكل طالع، يعني كتكون بعد مع الوقت تقدر تكون الله يحفظ الاضرار كذلك على الصحه نتاعنا. وغير سمح لي راه كنا خصصنا اليوم حلقه ايضا في برنامج الصحه والسلامه وتكلمنا الاغذيه اللي ما خصهاش تخلط، تكلمنا على قهوه وحليب مثلا الاغذيه اللي ما خصهاش تخلط. دونك هنا الخبز والعسل مثلا يعني ولو انه هذه مسألة اللي هي شائعة بزاف، ولكن من الأحسن كننصحوا لأنه العسل شراب يعني، وهنا بطبيعة الحال حتى في يعني بحكم اللي كنلقاو فيه سكريات كنلقاو فيه واحد المواد كنلقاو فيه أملاح وكنلقاو فيه واحد العدد كبير ديال الحويجات، ملي كنشربوها الهضم ديالها كيكون أسهل وكيكون أحسن وكنستافدوا منه أحسن. يعني هنا ربما يعني أنها تحاول أنها تدير اجتهادات في هذا الاتجاه هذا ديال داك التخلاط ديال الماكلة، وربما بعض المرات كيجيب لنا الله غير شي حويجات اللي حنا ببساطه كنخلطوهم كيقدروا يتسبوا لنا فيها على هذا التاثير. بالاضافه الى ذلك بطبيعه الحال كاين المصاحبه ببعض الاعشاب ولا حتى بعض الزيوت الاساسيه، بعض الامل بعض الاعشاب كاين عندنا ذاك النافع البابونج الكرويه الثلاثي هذا اللي في نفس الوقت كيعطينا ذاك، وهنايا بطبيعه الحال هذوك نحطوهم في ذاك الكميه اللي حنا كنستعملوهم ما كاين فيها اي تخوف. انا هاد الكرويه النافع والبابونج انا بوحده يعني وحده كتعطينا مضاد للتسنجات، وحده كتعطينا بغي ادسوربون يعني ماصه ولا طارده للغازات، يعني هنايا بطبيعه الحال كيكون عندنا واحد الهضم بواحد العسر اكثر. انا التساؤل السؤال اللي كيبقى مطروح كذلك هو هاد الانتفاخات وداك الشيء واش كيصاحبها قبض ولا العكس ولا اسهال؟ يعني هنا انا حتى من ناحيه انا بالاخص كيمشيو النصائح الغذائيه، ولكن كاعشاب طبيه هاد الكرويه النافع البابونج غالبا وكدا غيناسبو حتى السن وحتى ربما كتقدر تكون تستعمل بعض الادويه، وفي بعض الزيوت الاساسيه بطبيعه الحال كيبقى الزيت الاساسي اللي موجود اللي في المتناول اللي دائما كنلقاه هو الزيت ربما الزيت الاساسي ديال الخزامه، هنا بطبيعه الحال انا قلت الخزامه لانه جميع الانواع ديال الخزامه خاص يعني كوساس بالافون دو لانغوستيبوليا فيرا او حتى لافوندولا هيبريدا اللي هو الحلحال، كاع الزيوت الاساسيه ديال هاد العائله ديال الخزامه كاملين عندهم هاد الخاصيه لانهم مضادين للتسنجات وبالتالي كينقصوا لنا من هذوك الحريق اللي كيقدر. واخا نستقبلوا معنا من بعد نادي من وزان هاد المره سناء على الخط من القنيطره. مرحبا بك سناء. صباح الخير اختي عفاف. صباح النور دكتوري الفاضل السي رمضاني. مرحبا تقبلات المكالمات. شكرا يا سناء. عفاك حبيبه انا عندي لا كرياتينين طالعه بزاف. اييه هي ولا فيغيتين، انا كنت تعرضت لواحد العلاج كيماوي ودرت لها غاديوثيرابي وكان اكد ديك الهضره اللي قال دابا الدكتور رمضاني. أيه. ضروري نشوفوا المختص. انا كنت كنرعف بزاف. اييه ومشيت عند المختص خداو لي عينه لقاو عندي سرطان. ودابا ملي خضعت لديك العلاج الكيماوي وهذا لا كرياتينين كطلع لي. وكان جاتني انانيمي وخديت عليها الدواء وهذا، مي دابا لقيت باللي لافيريتين عندي طالعه.
وما عرفش دابا شنو ناكل باش عاوتاني ترجع للمستوى اللي خصو يكون. شحال في عمرك يا سناء؟ عندي 43. 43 سنة، والحمد لله الحصص ديالك كملتيها؟ الحمد لله عايشة عادي. العلاج لقيت واحد الدكتور الله يجازيه بخير أونكولوج. ظني مسكين زعما الحمد لله اللهم لك الحمد، غير هي الواحد ما يخافش ويمشي لعند بحال اللي قال الدكتور رمضاني المختص، ما يبقاش غير هكا كيسنى. نعم. دابا نصحوني بالصمغ العربي وخفت لي يكون عنده شي تأثير سلبي بهذاك الصمغ العربي، قالوا لي كيهبط شويه لا كرياتيني. نعم. وبغيت نعرف شنو نبقى ناكل، دابا حرت ما عرفت شنو ناكل. نعم. على هذيك لافيغيتي اللي طلعت لي هي. قالت لي الدكتوره ديالي قالت لي راه ماشي بزاف، طلعت لي ب 234. ايه. ولا كرياتين طالعه لي ب 15. نعم. واخا نجاوب على سؤال اخر، فوقاش درتي التحاليل دابا؟ شحال المده سنة؟ يلاه دابا اسامان. ايه. واخا واخا سناء نجاوب على سؤالك ان شاء الله، وشكرا لك سناء تواصلتي معنا من قنيطرة، والحمد لله على سلامتك وان شاء الله الشفاء العاجل والقريب يا رب. تفضل دكتور رمضان. انا نبغي نشير خاصة سبحان الله العظيم الدرس ديالنا في واحد العدد كبير ديال الاعضاء ديالنا كامل كتحاور. نعم. وبطبيعه وكاين الاعضاء يعني كاين بعض الاعضاء اللي كتدخل في شي حويجات اللي عن طريق بعض الهرمونات بواحد الشكل اللي سبحان الله اللي رائع. نعطي مثلا الكبد ديالنا كتفرز واحد الهرمون سميتو ليبسيدين. هاد الهرمون هذا شنو الدور ديالو؟ الدور ديالو في الدرس ديالنا كيعاوننا باش امتصاص ديال الحديد، واللي كيتحكم في الكميه اللي خاصنا نمصوها، وكذلك حتى بعض الاستعمالات وغالبا الاستوكاج ديال هاد الماده في الكبد. وبالتالي في بعض الاحيان مع بعض العلاجات يعني الفعاليه حتى ديال هاد الماده هذه كتنقص شويه، وربما من بين النتائج ديالها اللي كتقدر تكون ارتفاع في النسبه ديال الحديد. يعني كنعطيو للكبد ديك الامكانيه وديك الوقت باش كتكون حتى هي كتعاود ترجع. هادشي بطبيعه الحال هادي سبب من المسببات ماشي الاوحد. بطبيعه الحال وهنا بطبيعه الحال كنعطيوها حويجات باش كتكون على صحه جيده. هنا بطبيعه الحال كاين بعض الاعشاب اللي ما عندها حتى شي تفاعلات، ما عندها حتى شي اضرار جانبيه، ما عندها حتى شي خطوره، بالعكس كامله منافع اللي كيقربها نستعملوها. نذكر منهم جوج، مثلا في فرنسا كاين الاستعمال بزاف ديال واحد الامبلونت سميتها ديسموديوم، اللي هي الاصل ديالها افريقي، واللي معروف عليها لانها يعني كتناسب الصحه ديال الكبد بواحد الشكل كبير. وكاين كذلك واحد لابلونت اخرى هنا كتستعمل اكثر هي في المانيا، ولو انها عشبه اللي موجوده عندنا، ذاك القوق البري اللي هو الشاردون ماري. هنا بطبيعة الحال هنايا كذلك هذه خاصة الجذور ديالها خاصة لي غاسين ديالها، ولكن مكملناش أنا حتى لي غرين ديالها وحتى يعني جميع المناطق ديال الذات ديالها فهي كذلك كتعطي هاد المنافع على الكبد، وبالتالي كتعطي نتائج اللي هي مزيانة. فيما يخص مثلا الشق ديال الكليف، هنا بطبيعة الحال يعني هنا كضروري تكون واحد المراقبة، هنا يكون واحد نظام غذائي. وهنا ملي كنهضرو على نظام غذائي راه كاين واحد العدد كبير ديال المستجدات فيما يخص النصائح الغذائيه عند الناس المصابين او اللي عندهم مشاكل في الكلي. يعني مبقاتش هذيك لا ريستريكسيون اللي حنا واحد الوقت كانوا كيخافوا منها، هذه يعني ديك الممنوعات الكثيره، لا بالعكس يعني ولا واحد النظام غذائي اللي اهم حاجه فيه هو يكون متوازن. وبطبيعه الحال كتكون واحد المراقبه من بعد بعد الحصص العلاجيه عادي، على ان واحد العدد كبير ديال الاعضاء كتقاس كتسوفري يعني كتعاني، ولكن كاين احتمال كبير على انه مع الوقت مع المراقبه يعني ضروري تكون ديك المراقبه باش نتمناو نمشيو في اتجاه ديال التحسن. نعم. سولات سناء من قنيطره على الصمغ العربي دكتور عبد الخالق الرمضاني، وكاين اللي كيسميه اللبان ولا كاين اللي كيسميها العلكه مستيكا، هذه كلها اسماء ديالها. نعم. هي العلكة خاصة فهي بالطبيعة من بين الحويجات اللي معروفين عليها هو انها كتحسن الوظيفة خاصة. نعم. ديال هي المصدر ديال اشجار الطلح، كنظن من اشجار الطلح هي ديك اللي كنسموها حنايا ديك
جميعات ديال بعض الانواع ديال الشجر خاصه ديال ديال بعض الشجر اللي كتكون معلكه بحال العلكه تماما. ودايوغ كاين كيستعملوها حتى في بعض المنتوجات بعض الحلويات ربما كيتسمو بها كيتسم بها ولا حتى كيمسكوا بها يعني كتمسك هذاك وكذلك بعض الاستعمالات ديالها يعني عن طريق الشرب بحال مثلا بعض مثلا الصينيين مثلا الصحه ديال الامعاء ديالهم كياخذوا واحد الكميه ديال الملعقة ولا جوج كيديروا واحد الكاس ديال الماء كيخليوها كتبات فيه حتى كتطلق واحد العدد كبير من ديك المكونات ديالها وهذيك كيتناولوها يوميا يعني كتكون اول حاجه كيستهلكوها فهذه الطب الصيني باش كتعطي واحد الصحه ديال الامعاء جيده. نعم السناء في الحاله ديالها ربما لانه دابا للاسف الناس كتكون معلومات كثيره في مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض للاسف كتقول لك مثلا على انه هذاك الصمغ العربي كيقلل الخلايا السرطانيه مثلا فهذا الشيء اللي سولات سناء. انا فهمت السؤال ديالها لان هي قالت بلي كان عندها سرطان الحمد لله خضعات الحصص ديالها ولكن بزاف ديال الناس نصحوها ان الحاله ديالها راه غادي يفيدها ولا ينفعها الصمغ العربي. هو الصمغ العربي في الحاله ديالنا ربما الحاجه اللي كنتخوفوا منها هي انه حنا كما كنعرفوا من بين المشاكل اللي تقدر تسبب المضاعفات حاجه عندها مضاعفات من المضاعفات اللي ممكن تكون هي واحد اختلالات في الامتصاص خاصه اذا كان التغذيه متوازنه مع شي وقت اللي حنا استعملنا فيه هذه هنا بطبيعه الحال هنا ملي كنعرفوا انه الانسان من بعد واحد الحصص ديال الشيموثيرابي الراديوثيرابي خاصة ديال الشيموثيرابي فهو كيكون محتاج للتغذية محتاج ملي كنهضرو التغذية تغذية صحية مواد القيت محتاج دي نوتخيمون علاش؟ لأنه في طور إعادة البناء كذلك يحسن خاصو باش يحسن المناعة ديالو راه هذاك الشيء علاش الإنسان من بعد الشيموثيرابي كيحس براسو بواحد الضعف وداك الشيء علاش؟ لأنه محتاج على أنه يعاود يبني هذاك الشيء علاش؟ ملي كنفكروا في انا انا نظره ميكرونيتريسيونيل كما كنقولوا انا بطبيعه الحال يعني في المواد اللي كيحتاجهم كيحتاج مواد ديال القيت اللي هي نافعه اللي هي رائعه ما فيهاش واحد العدد كبير ديال الحويجات اللي هي غير نافعه يعني نظام غذائي خاصو يكون صحي بواحد الشكل كبير ونحاولوا ما امكن ان احنا نبعدوا على الحويجات اللي يقدروا يسببوا لنا في بعض المشاكل ديال الامتصاص وهنا بطبيعه الحال يعني حتى بعض الحويجات اللي فيها بعض الانواع ديال السكريات مثلا بحال شي حاجه اللي فيها الكزيريتون بحال مثلا الشريحه مثلا ولا في الوقت نيت ديال الغداء فهي غتسرع علينا ذاك العمل ديال الامعاء ديالنا هذه مساله فيزيولوجيه ولكن كذلك غادي تنقص لينا من الامكانيه ديال الامتصاص ديال الامعاء ديالنا. غنتوقفوا مع فاصل قصير وراجعين دائما في حلقه اليوم من برنامج صحه وسلامه بقوا معنا. ده علامات غاديو دائما هذه المره اللي سمحتي دكتور عبد الخالق الرمداني غادي نمشيو بسرعه باش نجاوبوا على السؤال ديال عبد الحق كيقول انا مصاب بمشكل على مستوى المعده بحيث عندي دائما فيها تقرحات تقريبا هذه المده ديال 5 سنوات صراحه كيكون عندي شهر رمضان الكريم فيه بزاف ديال المشاكل بحكم انه المعده ديالي تقريبا كل ساعتين كيكون خصني ناكل ما خصهاش تبقى المعده ديالي فارغه فكنعاني بزاف خلال شهر رمضان الكريم دكتور عبد الخالق الرمداني الله يخليك كانوا نصحوني بعد الناس باش نخلط عرق السوس نضيف معاهم الزعتر مطحون وكذلك زعيطره ونبدا ناخذهم قبل يعني في الوجبه ديال الافطار مباشره بعد اذان صلاه المغرب فكيقول لك واش ممكن انها تنفعني في الحاله ديال تقرحات المعده ولا لا عرق السوس مع الزعتر مطحون هي اولا ربما عفوا ربما الاخ هنايا شاف المختص ديالو وغالبا المختص ديالو بحكم لانه كيعرفوا ربما شاف المعده ديالو والحاله ديالها واش كاينه في هذه الجلسه ولا داكشي ربما غادي نعطاه النصيحه اللي في مصلحته واش مسموح ليه يصوم او لا ممنوع ليه يصوم هو كيصوم في بعض الاحيان بعض المشاكل هذه يعني كان بعض المضاعفات وملي كنهضروا على المضاعفات بعض المرات تقدر تكون لا بيرفوغاسيون الله يحفظ يعني المعده تقدر تقم هنا هذيك من بين المضاعفات اللي تقدر تكون تعرضوا لها ودي النسبه ديال الامكان ديال التعرض لها كتطلع ملي كيكون الانسان صائم هنا بطبيعه الحال يعني ربما النصيحه اول النصيحه اللي نتمنى يحاول يقلب عليها عند المعالج ديالو اللي هو غادي يصرح ليه واش ممكن واش كان حتى شي خوف بطبيعه الحال ملي كنهضروا على عرق السوس هذا كما قلنا واحد قلنا بلي راه في ماده ديال الكليسيريزين واللي هي قريبه الماده ديال فيها لاسيميتيدين واللي هي نفس الفعاليه اللي ما قلناش كاع لاكليسيريزين
يعني الفعاليه ديالها اكثر، اللي هي معروف عليها لانها كتناسب الناس اللي عندهم الحرق ديال المعده. الزعتر والزعتر المشكله ديالهم هو انهم بالعكس هما كيحركوا، اللي طلعوا لينا شويه ولو كيحركوا المعده، داكشي علاش كنستعملوها من بعد فاش كنكونوا متقلين مثلا، ولكن في نفس الوقت كيطلعوا لينا النسبه ديال الحموضه، فكيطلعوا لينا النسبه ديال جميع الافرازات ديال الجهاز الهضمي ديالنا، من بينها الانظمه ديال البنكرياس، منها فعاليه ديال الكبد، كذلك حتى الافرازات ديال المعده، اللي منها حتى البيبسين حتى هي يعني لواحد الانظيم اللي معروف ديال الكبد، وكذلك ولكن حتى ديك الحموضه حتى هي كتطلع، وبالتالي يعني هنا ما كتناسبش بزاف الناس اللي كيكونوا كيعانيو من هذا من هذا المشكل، وربما هو نيت غادي يناسب غادي يلاحظ لانه ما كيشرب الزعتر كيطلع عنده نسبه ديال الحموضه، خاصه بالنسبه للناس اللي كيعانيو من البيروزيس مثلا، اللي هو ديك ماشي القرحه اللي هو الحرقه، الناس اللي كيعانيو من الحرقه ربما كيلاحظوا لانهم فما كيتناولوا الزعتر كتقدر تزاد عندهم الحاله. هنا ربما كيبقى عرق سوس، ربما احسن حاجه معاه هي الكامومي، هي البابونج. البابونج كما ذكرنا في واحد الحد كبير ديال الدراسات تبين على انه فعلا من بين الحويجات اللي هي نافعه للصحه ديال المعده، خاصه فاش كتكون فيها بعض دوك الجريحات وداكشي، ولكن كنبقى نعاود نرجع للاساس اللي هو ضروري بالنسبه لاخذ الاستشاره ديال المختص ديالو باش يصرح ليه صوم او لا. أم فرح كتقول أنا عندي مشكل ديال تشققات رجلين، وخصوصا في هذا الشهر رمضان الكريم بقاو عندي بزاف، خصوصا مع الوقوف، يعني أي حاجة كديرها وهي واقفة. فهي كتسولك سمعت على واحد الخلطة دكتور عبد الخالق قرمني، وبغات قبل ما تجربها حتى تعرف واش فيها فعالية أو لا. قالت نصحوها الناس باش تستعمل الشمع البيض كتذوبه وكتضيف معاه الزيت البلدية وكتضيف معاه العصير ديال الحامض، فنصحوها على أنها ديرها على شكل طبقة وتلبس عليها التقاشر وتخليها حتى الصباح عاد باش كتنقي الرجلين ديالها. فكتسولك واش كتفيد في الحاله ديال تشققات القدمين ولا لا؟ هي هذه كتعمل، هي في الاصل ديالها ما كانش كدير الشمع، ولكن كان كدير معها الشمع ديال النحل. شمع النحل. شمع النحل. لا، ولانه ما متوفرش عند بزاف ديال الناس عوضوه بالشمع العادي. بطبيعه الحال، ولكن ما كتبقاش نفس الفعاليه. يعني فاش كنديروا الشمع ديال النحل فانا بطبيعه الحال اللي هو معروف، وخاصه دابا راه كنلقاو في واحد العدد كبير ديال المستحضرات اللي كتستعمل بوغ لا سيكاتريزاسيون. نعم، حتى في لي بونسمون. حتى دي بونسمون داكشي كيمشي كيدير كاين السيغدابيت كتستعمل. كيخلي ذاك الجرح كتلتئم. كتلتئم بواحد السرعه وكيعطيها واحد المكونات يغذيها. موضعيا باش دوك لي داك لي فاكتور دو سيكاتريزاسيون كيكونوا فحال هكا تزيد تحضرهم واحد الشكل اللي هو اكثر. اذا اما هو الشمع فهو غير واحد الحاجه اللي تزادت لتعويض السمع ديال النحل. ربما كيبقى احسن منه مثلا وفر منه سهل، هو ان احنا شويه ديال الزبده ديال الكاريستي مع شويه ديال العسل مع الحامض نيت هنايا بطبيعة الحال. زبدة الكاريتي مع العسل مع الحامض هنا كتجي ذاك الخليط كيجي متجانس، كيبقى خاصو يبقى شويه الزبده. أيه. هو اللي تقدر تستعمله هنا بطبيعه الحال، يعني كيهدئها اول حاجه، كينقص من هذاك المرات كتكون كتحس بواحد شويه بحال الالتهاب، وكذلك يسرع انها يبداو يتسدوا ذوك الشكل. نعم، وكتبقى نصيحه لكل ربات البيوت ولكل السيدات اللي كيوقفوا في الكوزينه، صراحه تحيه كبيره ليهم. شوف الاجر ديال شحال من صائم عندهم بطبيعه الحال، ان كنوجهوا لهم حاره وكننصحوهم كذلك باش ينقصوا من الوقوف، لان احنا ما نحتاجينش لهذاك الشيء كامل. نعم. وكانت هذه هي النصيحه فعلا، لانه كاين بزاف ديال الامور تقدر السيده ديرها عوض ما غديرو هي واقفه، غديرو هي جالسه. على سبيل المثال غير تنقيه ديال الخضره، راه ماشي ضروري ديرها وانت واقفه. التعمار ديال شي حاجه مثلا كتكون كتعمرها او لا، ممكن انك تحطي العجينه حداك اللي صايبتيها وتحطي العماره ولا الحشوه حداك وتعمري. يعني كاين بزاف ديال الامور ماشي مطلوب منك انك حتى توقفي في الكوزينه عاد ديريها. هذا هو الترشيد. نعم، يعني كما كنرشدوا في النفقات كنرشدوا حتى في ديك الصحه ديالنا، كنحاولوا ما امكن الحاجه اللي غنقدروا نديروها واحد الحاله اللي حنا مرتاحين فيها نحاولوا نديرو. وان شاء الله الصحه والسلامه كنتمنوها دائما للجميع. شكرا لك الدكتور عبد الخالق الرمضاني، متخصص في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه، ونتلاقاو ان شاء الله الاسبوع الماجي على خير. حنا وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه، لكم اطيب وارق تحيه من عفاف ماجد رفقتكم وراء الميكروفون. شكرا لوفاء فائز فوندا كانت معي في الاخراج، وسميحه عشوبي مشكوره كانت في استقبال مكالماتكم. اوقات طيبه وممتعه، قدوها دائما رفقه برامج الاذاعه القريبه منكم ميد راديو. الى اللقاء.